هلو شيف فادي، صباح الخير. كيفك؟ منيح. يعني يوميا نحن وياك عم نحضر طبق جديد، الناس عم تكون مبسوطه عم بتتابعك وعم بتحضر كمان وترجع تطبق كل الوصفات خطوه بخطوه. اليوم صح. شو محضرنا؟ اليوم رح يكون طبق تلياني، بارك كان طبق فرنساوي، بس ما عم شوف فيه باستا. زعلت. مش حاطين الباستا بس حاطين الرز على طول. بس يكون في يعني على طول انا بالنشويات منقي ثلاثه، يا باستا يا رز يا بطاطا. امبارح قلت هيدا الشيء. بقى اليوم الرز هيك تنغير شوي، وتلياني بحبوا الرز ريزوتو معروف. مزبوط. فاذا نحن التشيكن اسكالوبيني رح نعملها يعني قريبه على الاسكالوب. اوكي، رح نحن هالتشيكن البريست اكيد بننظفهم، ملح من بهر، بنقطع البورسيون اثنين، بندقها شوي وبنرجع منلتها بطحين وبنقليها قلي. اكيد رح نحط لها مكونات البصل والثوم والزيتون والكاب والزبده هيك شوي صغيره كمان ننكهها. اوكي، بنرجع بنطبخ الرز حدا، واكيد اخر شيء هالمكونات كلها طبعا ننكههم اكثر. في عندنا البارميزان والكريم فريش والبقدونس اخر مرحله بيكونوا، ساعتها بيكتمل هالطبق معنا. يعني هاي الصوص رح تكون مكونه صوص تبعه. صح. اوكي، وبيرجع رح نعمل ديسير بالعجينة الباف بيستري. رح أطبخ أنا الأناناس مع الكريم تشيز مع السكر، نطبخهم مع بعضهم بيصيروا كومبورت، يعني مثل يعني دخلنا السكر عليهم، ونرجع بنحطهم بقلب هالعجينة. رح أقص أنا العجينة يعني مثل ميل فاي وبقلبها. صح، ميل فاي فيها باينابل وجبنة. أوكي. أكيد بتتقدم، بكون نحن طبخناهم بس يبردوا هالأناناس والتشيز، بنحطهم بقلبها، بنسكرها، ندهنها بالزبدة وبنحطها بالفرن. وفينا بس تظهر نحط حدها سكوب آيس كريم لأنه نحن صيفية هلا. صحيح. يعني اليوم سفرتنا منوعة ومكتملة مع وجود الدسير. صار وقت أتركك أنت والمشاهدين شيف، ونحن أكيد بنرجع هيك منطلع عليك طليت طليت خلال حلقتنا. Thank you أنيتا، وتبهي لنا عبير لحد. صباح الخير. رح نبلش يوم حلقتنا مثل ما قلنا اليوم طبق تلياني قريب على الإسكالوب، بس اليوم الإسكالوب بكونوا حاطين له الكعك، نحن بس رح نلتها البريست بالطحين. فازان سكالوبين التلياني رح نبلش فيها. فعندي هالتشيكن خليني جهزهم، بنرجع منبلش بالصوص ومنكف. اكيد بدنا التشيكن البريست، نقطعه بهالطريقه. اكيد على طول بنشيل هيدي العظمه اللي بالنص، نرجع بننظف هالبريست مزبوط. طيب يصير عندنا شقفة كاملة ما فيها أي عروق، ما فيها شيء، لازم تكون هيك بيضة مثل التلج. هيدا أول بورشن، تانية كمان. عظيم. كمان البريس مثل ما بتعرفوا تكون شقفة كاملة هي، يعني بالطريقة صدر كامل. نحن بنقطعه بالنص، وكمان النص رح أعمله نصين. طبعا بس كنا عم نشتغل بالسكالوبيني بدنا هالبريست بدنا ندقها وتكون مش كتير سميكي، لانه بدي لتها بطحين وبدنا نقليها هيك، ما بدي اعملها فرايد يعني كتير. رح احط هيك شوي زبده شوي زيت نباتي بس هيك تستوي على الرايق، يعني ما بدي احط كتير، ما بدي غطسها بالزيت. هول الاربع بورشن مثل ما قلت، مكونات هالأكلة كتير هينين. بدنا أكيد التشيكن البريست، بدنا الطحين، في عندي أنا الزيتون الثوم البصل الكابر الزبدة، هول هن رح يكونوا مكونات هالأكلة. هلا التشيكن البريست قلنا أنا قسمناهم نصين، هلا لهالشقفة كمان بدي أقسمها اثنين. بنيم السكين بالطريقة، أنا على طول ميلة ورا تكون سميكة تطلع من قدام فلات قد بعضهم، من ورا قد بعضهم. إذا بنايم سكين نشطبها شطب. هيدي الطريقة.
هلا اتركهم انا على اللوحه هون حدي. اول شيء بنملحهم ونبهرهم، نرجع بنلبطهم بالطحين. ملح بار اسود مش اكثر، لانه الصوص هي رح تعطينا النكهه، الكابر والزيتون والثوم والبصل والكريم فريش والبقدونس والبارميزون كافيين هن يعطونا النكهه اللي بدنا اياها. التشيكن ما رح كثير حط بهارات، بس بهار اسود، هلا رشه مل عليهم كلهم بكفي. ننزل شوي شوي. يا عظيم. هون بهالمقلاية رح احط شوي زيت هيك تيحمى على الرايق. هلا رح اجيب صينية فاندي انا هون حد الطحين، رح فضي طحين انا هون على طول هيك بصينية واسعة كرمال نقدر نعمل لت مظبوط تكون مرتاحين. كلها شقفة تشيكن يوصل لها تتغطى كله. حطيت صينية تانية كرمال نحط هالتشيكن فيها. بس بنلقط مثل العادة هالبريست نحطهم ونلتهم. هلا اللي بحبهم فينا ندقهم، اكيد لما يكون عندهم دقه اللحمه بنحط ورقه خشخاش بندقهم شوي، بس هن البريست ما بدهم يعني كثير دق مثل اللحمه. بهالطريقه بنفض عنا طحين شوي نرجع بنحطهم وكلهم هيك نمشي فيهم وحده ورا الثانيه على طول نفضهم من الطحين ونحطهم. هلا في ناس بحطوا للطحين الاوريجانو او بنكهوا الطحين، بس كنا عم نعمل اسكالوب يعني في كعك اكيد الكعك بنحط له شيء هذا، بس نحن عم نعمل اليوم بالطحين وعاملين صوص ابار، لانه بس كنا عم نعمل اسكالوب ما بنزلوا لكم صوص سخنه معهم، بنزلوا الدب بيكون صوص كوكتيل او تاوزند ايلاند او تارتار او اللي هي، مشان هيك بنكهوا الكعك اجبار ننكه كل الايتم. بما انه نحن عاملين صوص سخنه نو نيد انه ننكه الطحين او ننكه الكعك عم نشتغل فيه. هون مثل ما قلنا هالتشيكن رح انا هون حد بالمقلية رح ستويهم على نار خفيفة، يعني رح حطهم يشقروا ويستووا قلبهم على نار هادية، ما بدي حط زيت كتير يشربوا زيت، مش هيدا الهدف منه. يلا بدنا وحدة هيدا طحين اللي باقي، اكيد ما فيكم تستعملوه لايتم تاني للسمك او للحمه دغري بيروح للتلف، لانه الدجاج ناي غطسناه بالطحين بكون اكيد صار فيه بكتيريا، دغري بيروح للتلف ما بنستعمله نهائي. هلا رح نبلش بالصوص ورح نبلش هالتشيكن، بس ليحمد شوي الزيت هون عنا بلش اشويهم مثل ما قلنا على نار هادية، الزيت رح وزعهم كلهم هيك على المقلاية تغطى كلها تكلهم يشقروا، اكيد بدنا مقلاية غير لازقة كرمال ما يلزقوا معنا، بتساعدنا كتير بطريقة الشوي خصوصي هالنوع من الدجاج يلي حاطين عليه طحين. خليني نغير اللوحة
هلا بانتظار انه هالزيت يحمى رح بلش اقطع الثوم والبصل، تنبلش بالآلية منها رح نستخرج هالصوص اللي رح تكون على وجه هالتشيكن. اول شيء بدنا طبعا في عندي البصل والثوم الحب، هولي اول تو ايتم. الثوم الحب رح اقصهم رونديل بهالطريقة، بده يضلوا ظاهرين بهالأكلة، يعني الزيتون رح يكون ظاهر، الكابر، الثوم، البصل، كل ايتم رح احطهم رح استخدمه لهالصوص رح يكونوا كلهم ظاهرين. بصل نقصهم كوارتر بهالطريقة، مثل ما قلنا بدنا اخر شيء البقدونس والبارميزون اخر شيء بنحطهم طبيعي. اول شيء بنبلش باربع ايتم، ثوم، البصل، زيت زيتون، كاب والزيتون. البصل بيعطينا الحلاوه، الكابر في الاسيد، عندنا الزيتون بيعطينا المروره. اكيد من بس نحط الكريمه اخر شيء بيندمجوا مع بعضهم بتترجلج الطعمة كلها مع بعضها. يلا هو البصل والثوم صاروا حدة، هون رح بلش انا اجيب التشيكن، بلش حطهم. مثل ما قلنا انا ما بدي يحمى زيت، خليه يحمى زيت على رواق. بديهم يستووا على مهلهم، اكيد انا بطريقهم نقصصهم بطريقه هيك صغار ما بيطولوا كثير معنا. هلا بضل في بورشن شويه لحاله. هون البصل والثوم رح نسقطهم بالمقلاية الثانية، فإذا أنا حطيت زيت زيتون هلا أكيد رح أحط شقفة زبدة كمان بعد نقوي النكهة. أكلة هينة مكوناتها هينة، يلا قلعنا. هلا الزيتون والكابر خلينا نزيد شقفة زبدة على البصل والثوم. هلا اكيد مثل ما قلنا الكابر والزيتون رح انا افرمهم ناعمين ناعمين، اوكي، ورح زيدهم على البصل والثوم والزبدة وزيت زيتون. باخر شيء بنرجع بنحط الكريم فريش، بنرجع بنزيد البقدونس، جبنة البارميزون اكيد، بس عم نحكي طبق تليانه يعني اكيد جبنة البارميزون تكون موجوده. وفي عندنا هالتشيكن مثل ما قلنا انا على نار خفيفه حطيت شوي زيت نباتي، وبدي مع بقليون قلي انا عم ستويهم بطريقه هيك يصير الطحين يستوي على الرايق والتشيكن يستوي على الرايق ويطلع لنا هيدي الكرانشي الخفيفه، لانه نحن بنحط الصوص عليها كرمال ما كثير هالتشيكن تبين بتشيكن بريست عاديه، بدي هالقرشه تضل مبينه. هلا بما انه اعطيناكم فكره شو طبقنا اليوم، يعني قطعنا 50% من هالاكله، المكونات الاساسيه صرتوا عارفينها. يلا انتظرونا بالفقره الثانيه نرجع نكفي نحن وياكم هيدا الطبق. السكالوبيني عم نكفيها يلي هو طبق تليان مثل ما قلنا، رح فرجيكم التشيكن كيف اشتغلنا فيهم نحن، قطعناهم اكيد، قسمناهم ولتيتهم بالطحين، واكيد حطيت لهم ملح وبهار، نقطة زيت نباتي مثل ما شايفين، يعني زيت كل مقلاية ناشفة ما في شيء،
وعملنا لها كفر لهالتشيكن واكيد استوت بنسبة 80%. بس علينا باخر الفقرة مسخنه شوي ونحن خلصنا الصوص اللي رح نعملها هلا. الصوص تبعو التشيكن رح تكون فوقهم. نحن هون قلينا بصل وثوم وزيت زيتون. هلا رح زيد المكونات الباقيين يلي هن كابر وخللات الكابر. رح احط هيك رشة عندي كمان زيتون الأسود المقطع هون. مثل ما قلنا هيدي صوص رح تكون على وجه هالتشيكن عم نعملون. هلا هنتركهم شوي هيك ينطبخوا مع بعضهم. نرجع بحط لهم الكريم فريش واخر شيء بس تمسك مزبوط بحط لهم البارميزان والبقدونس. فعندي هون رز البسمتي اللي رح نقدم نحن رز حدون اللي انا غسلتهم وهلا عم صفيهم. بدي احطهم بالطنجره هون تا نسلقهم سلق. رح احط لهم ملعقه ملح صغيره. اكيد بنرجع نحط لهم المي. نحطكم شوي هيك مع بعضهم. وزن تشيكن جاهز، رز هلا عم نطبخهم كمان بصيروا جاهزين. هلا رح ننتقل كمان هون الصوص مثل ما قلنا رح زد لها الكريمه هيك خليها تاخذ وقتها. هلا الكريمه انا عم زيدها فوق البصل والثوم. اكيد حطينا زيت زيتون شقفه زبده صغيره مشان حطينا الكابر والزيتون كلهم تركناهم هيك. ما في البصل والثوم قطعناهم صغار بس بدي كل الايتم يضلوا مبينين. اخر شيء بنحط لهم هالرشه جبنه البارميزون. نرجع بنحط هالبقدونس الرشه هيك نعطيها اللون الاخضر الحلو. هلا بنتركها على نار خفيفه. بعد شوي انا بدوق اكيد بدها رشه ملح صغيره لان فيها الكبيس بكون سوري الكابر بكون فيه هيك ملح واسيد وفي عندنا زيتون بكون مالح. يعني ضروري ندوق قبل ما نحط ملح نشوف قد ايه مدقلجه. هلا ننتقل على الديسير. عندنا عجينه الباف بيستري. عندي هون الاناناس قدامي رح صفي هالاناناس انا خليني اناناس فريش. عندي وحدة تانية قطعتها جهزتها حطيتها هون بالماي. هلا رح صفيهم بدي اطبخهم طبخ هون قدامي هالمقلاية الصغيرة. هيدي رح تكون حشوة هالباف بيستري يلي كنا نحن مسمينه الباينابل باف بيستري. هلا اناناس رح اكيد نطبخهم ننشف المي منهم. اوكي ما بدي كتير تنشف على الاخر بس رح نزيد لها نحن مكونات هيك تضل طيبة. فعنا سكر سكر الحب. فعنا هول سلايسات الاناناس الفريش مقطعينهم. هيدا سكر الحب نحط السكر كمان لرجلج طعمه لانه على طول الاناناس اوقات بتكون فيها هيك شويه حموضه مش معناتها منزوعه بس ما بتكون حلوه سويت. فاذا نحن حطينا السكر هيك تنريح راسنا. فعندي الكريم تشيز جبنه الكريمه يلي كمان رح نطبخهم مع بعض. ما في بيض ما في كريم باتيسير هيك اشياء. هلا طبعا انا بس اطبخهم مع بعضهم رح اتركهم شوي على جنب كرمال يبردوا هالمكونات. نرجع
نحن نعملهم حشوة لهال باف بيستري. طبعا هلا جبنة بدها تدوب، أنا بده يصيروا مكون واحد. هلا العجينة، رح اجيب العجينة، أنا حطيتها على لوحة خشب كرمال بس بدنا نقطع يكون في شيء على طول تحتنا. أكيد رح اجيب صينية، أكيد بدنا مقطع ستانلس كرمال. نقطع العجينة بالطريقة، نشيلها ونحطها هون. رح انا اقطع كذا وحده، اكيد بدي كمان اقطع طالع، انا بدي احشيها بقلبه، يعني هالعجينه بدي احشيها بقلبه، ارجع سكرها بكفر ثاني، ادهنها انا بالزبده او بنفقش بيضه، فينا كمان ادهنها بالبيض، بنرجع بنحط الحشوه بقلبه، بنسكرها بنزيحها بنعطيها الفرن بدنا اياها، بنفوتها على الفرن بنخبزها على 180 درجه، بدها 10 دقائق. هلا انا عم بشتغل بالحشوه هون، اكيد بدي تبق ميتها، بدي اياها المي تتبخر، فعندنا السكر كمان رح يعطيها طعمه، جبنه وسكر واناناس. هون رح اخفف النار كمان على الرز، عظيم. يعني انا بدي ضل حركها تا نحس هيك شوي كمشت على بعضه وتتبخر المي على الاخر. هالوقت انا رح كفي تقطيع. اكيد العجين بايستري هي من الطحين والزبده بيعجنوها كذا دور، بمندوها كذا دور، بتشتروها جاهزه من المتاجر. رح اقطعها كله انا، مع كل حبه بدها كفر لها من فوق. هاي هي 2 4 5، هون الباقيين نحطهم كفر عليهم. هلا خلينا نحرك شوي هذه الصوص، مثل ما شايفين زيتون الكابر البصل توم، انا قصد هلا ما بحبهم ظاهرين، في يطحنهم كلهم مع بعضهم، انا لا بدنا نتركهم بالبرزنتيشن ببينوا هيك التشيكن مغطسين بالصوص وشو الايتم حطيناهم الزيتون والكابر، هيك يبينوا الطعمات بيطلع شكلهم اجمل. هون على نار خفيفة مثل ما قلنا، أنا بلشت تسخن مثل ما قلنا بدي ذوقها، شو إذا بدها شوية ملح أو لا. تحمر رشة خفيفة، نص ملعقة صغيرة كافية، نحن حطينا 500 ملي من الكريمة، نص ملعقة تمام. انا بعد بدنا نرش جبنه البارميزان كمان فيها ملوحه، بكون رح احط هيك تقريبا ملعقه كبيره، برجع الباقيين بنحطهم على وجه التشيكن بس يخلصوا. هون هالجبنه هالاناناس طول بالنا شوي عليهم، اكيد هن ما راح يصيروا عجينه، رح يضلوا هيك كريمي. رح اجيب شيء انا افضيهم فيه، يا
هلا بده يصير العقار. حط الاناناس. حطين زهر. اكيد. نضغط العجينة الثانية. حطها. نلزقها عليها. نجيب شوكة. نعملها الدية تنأمن انه لزقت. اللي جا نقربها شوي على النص. مسكين. نجرحها هيك شوي صغيرة شكليا. بالخبز اذا هيدي الباف بيستري نحن جرحناها بالشوكه تنأمن داير يكون مزبوط. اوكي بعد انا بدي ادهنها بالزبده. ادهنها بالزبده يطلع لونها اشقر حلو او فينا البيض. انا بفضل الزبده. بنرجع دغري نفوتن على الفرن. بس انا تكفي الباقيين راح احشيهم كلهم بالاناناس والكريم تشيز والسكر. مثل ما قلنا على 180 درجه بدهم ربع ساعه. بتطلع شقره ونافخه وطبقتين. هلا رح نروح بريك ونرجع ونشوفكم بالفقره النهائيه كيف رح نسبق هالاطباق الطيبه. يعني شف اللي بيشوفك يا بيرلا معجوقه بقول ايه كل النهار واقفه بالمطبخ. ما انا حاسه عندي عزيمه وانيتا جايه هيك اليوم. يلا برافو. كفي هلا الرز كرمال. انا بلش اسكب بالاطباق وفعنا الديسير صار جاهز. بعد بدنا هيك برش لهم شويه سكر ناعم. أنا بس انا جيت لعندكم. اهلا وسهلا. وين صرتوا؟ استلمت الرز. انا كانت على طول استلم الرز هالمره بيرلا. يلا مش مشكله. انا غيرت حبيت جاري. هلا انا رح بلش اسكب الطبق الاساسي. لا لازم تكفي المهمه على الاخر. ليك ايوه شو شاف تمام. مش معقول نعمل طبق ثاني؟ ايه بليز بهيدا الصحن. يلا حد الرز بدك تحط شيء شاف او لا؟ لا رح احط التشيكن السكالوبيني انا على جنب. رح احط صوص عليهم كمان على جنب. انا ناطره ذوق الدسير. بشهي. بدك ترصيهم هيك كمان. ايه لا ما انا بالاول بحبه برجع بس يعني تعطي خبزك للخباز بتاع هذا المطر. ايه خلص اتركيني انا. شايف هلا بالبيت كمان انت بتعمل طبخ لانه بيقولوا على طول مرت السكات حافشه فانت شايف. فبالمطبخ او بالبيت بتطبخ او ما لك جديد بتروح تعبان هيك؟ اكيد نهار الداي اوف. لا بطبخ نهار ال بتطبخ بتحب يعني نهار الفرصه. ايه اكيد نهار مش فرصه. نهار مش فرصه غلط داون. صح حسيت. من شو مكون الصوص شايف اذا هيدي الصوص؟ نحن قلينا زيت زيتون وحطينا شقفه زبده بصل وثوم. حطينا زيتون حب. اوكي سوري زيتون سلايس وحطينا الكيبر. اوكي وعندنا التشيكن حطينا لهم ملح بهار قطعناهم سلايسات. حطيت لهم هيك شويه طحين كرمال نعمل لهم كفر. هلا صار الصوص طلقت عليهم. اوكي الرز رح تخليهم هيك على جنب. رز على جنب. رح احط لهم هلا شويه هيك بقدونس على وجههم. فينا بدك انا بزينهم؟ ايه فيك. يلا بحطه فوق. بساعدك انا تبع كيف ولا؟ هون انا قصد الايتم ما طحنتهم الزيتون والكاب وهيك طيبينه. الرز شو رح نحط حدهم هونيك بالصحن او رح تتركهم؟ لحالهم مع هيك خلص اهتمت بال هلا هون سوري. هيك بارميزون بيجون. هلا قلتي لي تحت الهواء مش كثير عاجبك الطبق اليوم، حنشوف هلا الطعمه. لا ما قلت هيك هلا انا مش من محبي مش من محبي الدجاج مفروض انا يعني انا قلت لك على بالي كان برجر اليوم. بكره بكره لا بركي الخميس. الخميس في عندنا هيك اطباق. طب ليه مش الجمعه مثلا؟ يعني انتم عم تنقوا الايام اللي انا ما بكون فيها هون. خلص برجر برجر. يلا انا بدي هيك شويه من الاخضر. حذوقك تمام.
تزينت المجلة والصحن. عطول اللون الأخضر بيعطي شكل طعمي. ننهي في الطبق. هلا الدسير شاف انا عبالي هيك تخبرنا مطولا كيف عملت يلا الدسير. يلا جاي وقت الدسير. المنظر اللي كثير حلو. هول حامض بيلبق له عصرة حامض كمان. فرلا انت بتحبي الدسير اكثر الحلو او المالح؟ حلو. بتحبي الحلو. دسير اللي هو عجينة باف بيستري، انا شو عملت؟ انا حبة اناناس بهذا الحجم قطعتها اوكي طبختها هي والكريم تشيز والسكر يلي هي هون شايف؟ صح يعني هون اللي طبخته انا مع بعضهم هون حطيت لهم الشيا وقطعت عجينة باف بيستري قطعتهم بطريقة رونديل حطينا طبقة من تحت حطينا الحشو رجعت سكرتها وزيحتها اوكي بتنفخ بهالطريقة هون الباقيين انا حطيتهم مع الشيا وعندنا العجين اللي باقي عملتها بشكل كرواسون حشيتها بقلبه نفس الحشو نفس الحشو هيدا الحشو اللي بتاكل بارد اوكي فانا هلا سكر بودره حنقول هول الاطباق هون هيك مرش شوي على وجهن كمان فينا نقطع اناناس على الوجه ما هيك شاف هلا الاناناس الباقيه هيدي الفريش بنقطعها اوكي هلا بدك تقطعها بصفها هلا بعد اوكي هون شو في بهيدي الكاسه شاف بدنا نتغدى بعدين الدسير إذا بدك تاخذ الأطباق أو يلا أنا أخذت الرز أصلاً يلا أنا بأخذ اللوحة إذا بدكم تفضل فولي خلص تاخذ أنت هاي بأخذ أنا هاي شاف هاي خلاص هاي خلاص عم أهليك تمام أوكي يلا تفضلي أنيتا هيك حتى هلا الشيف يرجع يعطينا مختصر وملخص عن هالأطباق طبق بطبق تفضل شيف عنا رح أبلش أول شيء طبعا الرز الأبيض يعني نحن طبخناه طبخ عطول نحن مع كل أكلة بنحب نضيف مع نوع من النشويات يا بطاطا يا باستا يا رز اليوم دور الرز طبق تليان سكالوبيني يلي هو التشيكن البريست قطعناهم لتيتهم انا بالطحين ورجعت حطيت شوي زيت زيتون وقليتهم على كل الميلات وكمان قطعت التشيكن البريست رفيع كرمال تستوي بسرعه لانه ما راح تفوت على الفرن ولا شيء يعني نحن ستويناها على المقليه قدامنا رجعنا الصوص قلينا بصل وثوم وزيت زيتون وزبده وحطينا الكابر والزيتون السلايس اخر شيء الكريم فريش والبارميزون ورشه حامض اخر شيء هيك كرمال تعطينا نكهه هيك نكهه الاقوى هو الطيان مثل بعضهم والرز وعندنا هون الدسير عجينه اناناس طاغيه كثير شاف وعجينه باف بيستري انا طبخت الاناناس الفريش مع الكريم تشيز مع السكر اوكي طبخناهم مزبوط رجعنا تتبخر المي منهم حطيتهم على جنب تبردوا حشينا هالعجينة اثنين لاير أول وحدة العجينة رجعنا حطينا العجينة اللي هون يعني حطينا الباينابل مع التشيز بقلبه رجعنا بالشوكة على الجوانب كرمال تلزق وتطلع الميلفوي معروف العجينة بتطلع هيك كذا ورقة عجينة رجعنا حطينا آخر شيء السكر هلا الباودر عليها والبقية العجينة ما راح تعان عملناه هلا شقفة هيك كرواسون بقلب الحشوة طبعا مع هون الشيا مع الباينابل بنحط فيها شوكولا كمان فينا على وجهها كمان كان فينا نحط شوكولا فينا بس انه خلص يلا المرة الجاية على كل فرلا الريحة بتشهي شو حال الطعمة نحن بننصحكم اكيد مشاهدينا ترجعوا تتبعوا او هيك خطوة بخطوة تطبقوا رسالة الشيف فادي لان اكيد النتيجة رح تكون أكثر من رائعة صحتين شيف شكرا لك على كل هيدي الأطباق أنيتا شكرا على الحلقة شكرا لكم مشاهدينا وأكيد ملتقاكم بكرة معنا بحلقة جديدة من برنامجنا على الساعة 8 لغاية الساعة 2 من هلا لوقتها تضلوا بألف خير باي 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 صحتين